بداية أرحب فيكم جميعا وأشكر لكم جزيل الشكر هذا الحضور وهذا التفاعل وهذا الاحتشاد الكبير وهذا الإصرار على المطالبة بحق الأمة والدفاع عنها أمام هذا المشهد العبثي الذي نشاهده والذي مستمر هو معنا من سنوات طويلة. الأمر الآخر، أشكر الأخوة النواب المعتصمين في مجلس الأمة ونشد على إيدهم وندعمهم كل الدعم ونطالبهم بالمزيد، ونعتقد بأنهم في موقفهم هذا هم يدافعون عن الأمة ويحافظون على أمانتها وأمانة الدفاع عنها وأمانة الدفاع عن دستور 62، فلهم منا جزيل الشكر وعظيم التقدير، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. الأمر الثالث وهي قضية مهمة، أشكر جزيل الشكر الأخوة الشباب القائمين على تنظيم مثل هذه الاعتصامات وترتيبها واللي قاعد يواصلون الليل والنهار لإنجاحها، ففعلا من خلالهم وبهم نجد الأمل ونرى الأمل ونعرف أن في الكويت هناك أجيال وراء أجيال تحمل هذه الأمانة وتدافع عن هذه الأمة وتدافع عن هذا البلد، وهم فعلا ما يبعث الفخر ويبعث على التفاؤل بمستقبل وغد أفضل بإذن الله للكويت. يا أخوة، طلب مني الأخوة إلقاء هذه الكلمة قبل ساعات فقط من اعتذار الدكتور عبد الله النفيسي بسبب عارض صحي ألم فيه، ونسأل الله عز وجل له السلامة والشفاء. ومن الصعب على مثلي أن يملأ مكان الدكتور النفيسي، فأعتذر مقدما إذا لم تبلغ الكلمة مستوى طموحاتكم وسقف توقعاتكم. ولأني لم أخذ وقتي في التحضير، فإني سأرسلها كما هي من القلب، وأسأل الله عز وجل أن تصل إلى قلوب الجميع. وعندما أقول إلى قلوب الجميع، فأنا أعني الجميع بكل طوائفهم، بكل شرائحهم، بكل اختلافاتهم، بكل تبايناتهم. أعني أسرة الحكم والمواطنين، أعني المؤيدين والمعارضين، أعني الآباء والأمهات والأخوان والأخوات والأبناء والبنات، أعني متخذين القرار والمؤثرين باتخاذ القرار والمتأثرين باتخاذ القرار. فكلنا في النهاية يا أخوة ويا أخوات أبناء لهذا البلد، وأفترض أن جميعنا حريصين على مصلحته وعلى ديمومته وعلى استقراره وعلى نمائه وعلى تطوره، ولذلك فكلنا معنيين في هذه المسألة. ألن أتطرق إلى الأسباب المباشرة للأزمة الحالية، ولكني راح أحاول أني أكون أو أناقش شيء أبعد مدى وأعمق من هذه المسألة اللي راح نوصل من خلالها إلى هذه المسألة. والسؤال اللي يطرح نفسه في هذا المقام، ما هي المشكلة؟ وين المشكلة؟ وما هو الحل؟ وما الذي يريد الناس؟ من عشرين سنة والبلد تطحن وتنطحن في هذه الدوامة اللي ما تنتهي واللي مو باين لها أفق للانتهاء. من 20 سنة قيل إن فساد البلدية ما تشيل البعارين، وخلال هال20 سنة وجدنا إن هذا الفساد، فساد البلدية، لا يقارن بما شهدناه خلال هذه الفترة. مصروفات، تحويلات، تشيكات، إيداعات، صندوق جيش، صندوق ماليزي، مصروفات داخلية، بنغالي، واسحب. هذا بعض اللي نعرفه، واللي ما نعرفه أكثر منه وأدهى منه وأمر منه.
والقاسم المشترك، القاسم المشترك بين كل هذه الأعمال الموصومة بالفساد، أن من ارتكبها كبار موظفي الدولة وعلى رأس أجهزة مهمة، في الغالب من ارتكبها لم يتم محاسبته أو فلت من العقاب. إن الكشف عن هذه الممارسات وهذه الأعمال وهذا الفساد لم يتم من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بمحاربة الفساد، بل أن بعض الأجهزة مارس التواطؤ وحاول إخفاء مثل هذه الممارسات. والقاسم المشترك الرابع لهذه الأمور أن من تصدى لهذا الفساد تم محاربته وملاحقته وسجنه وتهجيره أو إبعاده. أمام هذا المشهد، أمام هذا الواقع، أمام هذا الحال، كيف اللي ممكن أن نفهمه؟ كيف نقرأ هذا المشهد؟ وكيف يمكن فهمه؟ وما هو الأثر على المواطنين عندما يرون الدولة بهذا الشكل، وعندما يرون مسؤولين الدولة بهذا الشكل، وعندما يشاهدون أن الفساد قاعد يتسيد بهذا الشكل؟ ولا حسيب ولا رقيب، والمحاسبة والملاحقة هي للشرفاء، هي لمن يتصدى لهذا الفساد. شلون نقرأ هذا المشهد؟ شلون نقرأ المشهد إذا كان هناك من كبار الرجال المسؤولين عن الأمن في الدولة رجل من الأسرة برتبة العسكرية يطلع على الشاشات ويهدد الناس ويبتزهم ويقول اللي ما يبلع العافية احنا نبلع العافية، وإذا ما سكتوا احنا نقدر نطلع على كل واحد شيء؟ هذه الممارسات تكشف عن حالة من تحقير الناس، امتهان لكرامتهم، عدم احترام للأمة، عدم احترام لمشاعر الأمة، لإرادة الأمة، لحقوق الأمة، لأموال الأمة. هكذا يمكن أن نفهم، هكذا فقط نستطيع أن نقرأ أو نفهم المشهد، لا يمكن فهمه بطريقة غير هذه. قد يقال إن الفساد موجود، وموجود في كل مكان، وموجود في كل عصر وزمان، وماكو دولة تخلو من الفساد، وهذا كلام صحيح، ولكن هناك فرق بين فساد تلاحق الدولة وتحارب مؤسسات الدولة وتحاصر الأجهزة المعنية والمسؤولة عن محاربة الفساد، وفرق بين فساد ترعاه الدولة والمتهم فيه أكبر موظفينها، والمتهم فيه من يترأس المؤسسات. هناك فرق كبير بين الحالتين. وأيضا قبل 20 سنة قيل أننا نريد أن نحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري. شوفت عينكم هذا الحال، جمود وتراجع وترهل، وصلنا إلى الشوارع مو عارفين يسوونها، تراجع في الصحة، تراجع في التربية، تراجع في الإسكان، تراجع في كل المؤشرات. قد يقول قائل إن اللي عطل التنمية هي المعارضة، هي صيحتكم ولغوتكم وكلامكم، هذا اللي عطل التنمية، وهذا كلام خالي تماماً من الصحة ولا يحمل أي مقدار من المصداقية، ولكن على افتراض إن هذا الكلام صحيح، فالواقع أن المعارضة من سنة 2012-2013 إلى انتخابات المجلس الأخير شبه غائبة عن المشهد.
المجالس كلها بيدهم، هم اللي يشكون وهم اللي يخيطون. المعارضة بين مهجر وبين ملاحق وممنوع من الترشيح ومقاطع، والخيط والمخيط بيدهم. فوين المركز المالي والتجاري؟ وش اللي حصل خلال هالعشرين سنة تحطيم للقيم من خلال إعلام فاسد، تراجع في إدارة الدولة، سوء في الإدارة؟ وإذا كنا نتحدث عن سوء الإدارة أو سوء الأوضاع، إذا كنا نتحدث عن سوء الأوضاع، فإن سوء الأوضاع هو حتماً، هو حتماً نتيجة لسوء الإدارة، وسوء الإدارة هو حتماً الوجه الآخر للفساد، والإدارة المسؤول عنها حتماً هي الحكومة، والحكومة حتماً لا المعارضة ولا الناس هي اللي تعينهم ولا هي اللي توظفهم ولا هي اللي ترشحهم. فالأوضاع السيئة في مكان آخر، الأوضاع السيئة في مكان آخر، ويتدرج بنا المشهد، يتدرج بنا المشهد من إبطال مجلس 2012 إلى الصوت الواحد، إلى إضفاء الشرعية على الصوت الواحد وهو غير دستوري حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بأنه دستوري، إلى إسقاط الجناسي، إلى السجون، إلى التهجير، ولا يزال ولا يزال بعد مرور ما يقارب السنة هناك عشرات عشرات من أبنائنا الشباب المهجرين. هذا المصطلح الجديد اللي دخل على الساحة الكويتية، أصبحنا نتكلم عن مهجرين ونتكلم عن طالبين لجوء سياسي. كان الدكتور أحمد الربعي في التسعينات يتحدى مناظر العراقي اللي من اللي من 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 من, من أتباع صدام، يقول أنا أقول اللي أبي في بلدي وأنتقد اللي أبي في بلدي وأروح وأرجع بيتي وأنا مرتاح مطمئن. اليوم عندنا عشرات طالبين اللجوء السياسي، ومع الأسف أن يستخدم هذا الكرت للابتزاز والضغط من خلال الرئيسين وتابعهم. ابتزاز المهجرين، ابتزاز مشاعر أهلهم، اللعب بعواطف الناس. ليش؟ وعلى شنو؟ عشان يبقى الرئيسين فقط، عشان يبقى الرئيسين. وتدرج المشهد في أمور كثيرة ما نبي نذكرها لأن راح يطول الكلام فيها، ولكن على الأقل خل نجي للمشهد الأخير، مشهد الانتخابات الأخير. مفتاح نجاح أو سقوط أي مرشح أن يقول بأني لن أصوت لن أصوت لمرزوق الغانم، لن أصوت لمرزوق الغانم. 42 نائب، 42 نائب يعلنون أنهم لن يصوتون لمرزوق الغانم، ما في نائب واحد تجرأ أنه يقول أن أنا صوتي لمرزوق الغانم. صدق من صدق منهم وهم الأغلبية، ومارس الكذب والخداع منهم وهم الأقلية، ليختطف المنصب بالمخالفة لإرادة الناس واستفزاز لمشاعر الناس، ومرة أخرى بطريقة فيها تحقير لإرادة الناس. ليش؟ وعلى شنو؟ وش حقه؟ وشنو المشكلة إذا مشى مرزوق ومشى صباح الخالد؟ وشنو المشكلة إذا أسند الأمر إلى القوي الأمين وأصحاب الكفاءات اللي يحاربون الفساد النزيهين؟ وشنو المشكلة إذا وضع على رئاسة الوزراء رجل من خيرة أهل الكويت، من الأخيار الطيبين اللي يحترمون الأمة واللي يحاربون الفساد، أصحاب اليد النظيفة اللي عنده رؤية، اللي عنده مشروع، اللي يحسن اختيار، اللي يحسن اختيار فريقه، اللي قادر على إقناع الناس، قادر على كسب ثقة الناس،
وين المشكلة في هذا الموضوع؟ الدستور عندما وضع حق اختيار رئيس مجلس الوزراء بيد الأمير، فهذا يعني أن الأمة حملت الأمير مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة في تعيين خير الأشخاص لحفظها وحفظ كرامتها وحفظ أمنها وحفظ أموالها وتحقيق التنمية. هذا معنى، هذا ما يعطي المعنى لاختيار رئيس الوزراء، أن يكون بهذه المواصفات، أن يكون قادر على إقناع الأمة وكسب ثقتها واحترامها حتى تبادل الأمة نفس الاحترام ونفس التقدير، وهي اللي تدافع عنه. واليوم كل ما صارت أزمة، كل ما صارت مشكلة، وعشان يطول بقائهم على بقاء الرئيسين على الكرسيين بعد اختطاف المنصب بالطريقة اللي قلناها، وبعد التلاعب والعبث بالدستور واختراقه من خلال تعجيل الاستجوابات والاستجوابات المزمع تقديمها، وبعد اللعب في موضوع وكرة العفو على الشباب، كل ما صاروا في أزمة انثروا لهم كم مليار، وكأن حل مشاكلهم ما لقوا لها حل إلا بالطريقة هذه، في حين أن الحل بسيط وواضح. الحل دائما بسيط وواضح، الحل في حسن الإدارة، وحسن الإدارة لا يتم إلا بالقوي الأمين. الحل بالعودة إلى إرادة الأمة والتصالح معها. هذه الأمة الوفية الكريمة بعطائها، هذه الأمة اللي كانت في عز ضعف السلطة كانت هي الحامي، وكانت هي المصد الأول، وهي المدافع الأول عنها. اجتمعت في مؤتمر جدة وأخرجت الوفود الشعبية للالتفاف حول الشرعية. هذا كان في الخارج. في الداخل مبارك النوت اللي كان يشيل الشيلات في دواوين الأثنين يقدم روحه فداء وتضحية من أجل الكويت ودفاعا عن الشرعية. هذا هو الشعب اللي يستحق الالتفات له، هذا هو الشعب اللي يستحق احترام إرادته، هذا هو الشعب اللي قاعد يطالب بالإصلاح بدون لا تكون له هو مصلحة شخصية في هذه المسألة. كل ما هو مطلوب هو إصلاح البلد حتى يصلح المجتمع، حتى تصلح الأمة، حتى نحفظ هذا البلد وخيراته للأجيال القادمة، حتى نحافظ على اللحمة الوطنية، حتى نكون كما كنا دائما وأبدا، حكاما ومحكومين، مواطنين، سنة وشيعة، أبناء قبائل وحضر، مؤتلفين. وبدل من هذا جانا الإعلام الفاسد اللي يعرف الجميع من وراه ومنو يدعمه ومنو يغذيه حتى يضرب هذا النسيج الاجتماعي لمصلحة منه. وعشان شنو؟ ابتدأنا بسؤال، ما هي المشكلة؟ والمشكلة أن المناصب مو قاعد تعطى للقوي الأمين، والمشكلة أنه لا يلتفت لإرادة الأمة. والحل حتما هو بالرجوع لإرادة الأمة، مبادلتها ذات الحب وذات التقدير وذات الاحترام، والاحتفاء بهذه الإرادة واحترامها واحترام مشاعر الناس وعدم استفزازهم. ماذا يريد الناس أكثر من كذي؟ يبون بلد آمن مستقر، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بحكومة رشيدة، عندها برنامج قادر على التنمية. يريدون بلد ينمو وفي تنمية ويشعرون بأن بلدهم فعلا قاعد تاخذ اللي تستحقه.
يريدون حفظ الحقوق وإقامة العدالة، هذا كل ما يريد المواطن، ما يبي شيء أكثر، ما يبي شيء أكثر. ولذلك فإذا كنا نتكلم عن مخرج للأزمة ومدخل للإصلاح، فإن المخرج حتما هو أولا باستبعاد الرئيسين. المخرج من الأزمة يبدأ باستبعاد الرئيسين، ولا يكفي استبعاد أحدهم، لا يغني عن استبعاد الآخر احتراما لإرادة الأمة. أما المدخل للإصلاح، وهني لما الواحد يتكلم عن موضوع استبعاد الرئيسين، القضية مو قضية صباح الخالد ومرزوق الغانم، القضية قضية النموذج الذي يمثل هؤلاء أو من قبلهم جابر المبارك أو ناصر محمد أو غيره. القضية قضية هذا النموذج، هذه المواصفات التي يجب ألا تعتمد في اختيار الأشخاص لتولي المناصب العامة. المشكلة مو تبديل اسم باسم، المشكلة تبديل اسم بنهج، فيتغير النهج حتى تتغير المعايير، حتى يختارون الأشخاص اللي فعلا يليقون بالأمة والأمة تليق بهم. فالمخرج من الأزمة هو استبعاد من رفضته الأمة، والمدخل إلى الإصلاح، والمدخل إلى التنمية، والمدخل إلى المعالجة، هي بتقديم القوي الأمين، وهي باحترام إرادة الأمة. وبغير ذلك راح نظل ندور في هذه الحلقة المفرغة، وراح نظل نطحن وننطحن، وتنطحن الدولة، ينطحن المجتمع، والكل يرهق في هذه الدوامة اللي ما راح تنتهي. نحن نتمنى ونأمل ونرجو أن تنتهي على خير، هذه دعوانا، وهذه أيادينا الممدودة، وهذه مطالبنا المشروعة، وهذا التاريخ الشاهد على كل ما قلناه. شكرا جزيلا يا أخوة، آسف على الإطالة.